بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، اعلموا رحمكم الله أن العلم والعبادة لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع من تصانيف المصنفين وتعليم المعلمين ووعظ الواعظين ونظر الناظرين، إذ أن الله جل وعلا أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويعبد ويوحد، ويكون الدين كله لله، والطاعة كلها له سبحانه وتعالى، والدعوة له جل وعلا. فخلق الله الخلق وأوجدهم لطاعته وعبادته الجامعة لخشيته ورجائه وخوفه ومحبته، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. قال أهل العلم رحمهم الله: فأخبر الله سبحانه وتعالى أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف الله سبحانه وتعالى، أن يعرف بأسمائه وصفاته، وأن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فالله يعبد سبحانه بعد العلم به ومعرفته، فلذلك خلق الله السماوات والأرض وما فيهما للاستدلال بهما على توحيده وعظمته سبحانه وتعالى، كما مر معنا في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد علم أن العبادة إنما تبنى على ثلاثة أصول: الأصل الأول الخوف من الله جل وعلا، الأصل الثاني الرجاء، الأصل الثالث المحبة لله سبحانه وتعالى، وكلها فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب. فلهذا كان السلف رحمهم الله جل وعلا يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الأخريين، فإن بدع الخوارج ومن سار على طريقتهم إنما حدثت من التشديد في الخوف والإعراض عن المحبة والرجاء، وإن بدع المرجئة إنما نشأت من التعلق بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف، وإن بدع
كثير من أهل الإباحة والحلول ممن ينسب إلى التعبد إنما نشأت من إفراض المحبة والإعراض عن الخوف والرجاء. فالعلم النافع يورث عملا صالحا متضمنا لمباني أصول العبادات الثلاثة المحبة والخوف والرجاء. فكلما ازداد العبد علما وسعى واجتهد في تجريد علمه من القوادح كالرياء والعجب ومن الصوارف كالافتتان بالدنيا وجاهد نفسه مجانبا العوائق من هوى النفس والشيطان كلما انتفع وأورث ذلك خشية لله سبحانه وتعالى ومحبة له سبحانه وتعالى وخوفا من الله جل وعلا ورجاء فيما عند الله. فالعلم النافع والعمل الصالح جوهران ثمينان، فحق للعبد ألا يشتغل إلا بهما وألا يتعب نفسه إلا بالقيام بهما، وفي صرف أشرف الأوقات والأزمان فيهما. لذا روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا: لما كانت الدنيا حقيرة عند الله سبحانه وتعالى لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد منه، وهذا هو حقيقة اللعنة، إذ هو الطرد والإبعاد. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، أي أن ما فيها مطرود وأن ما فيها مبعود. فالاستغراق في تتبع الدنيا وزهرتها ليس من محاب الله جل وعلا، وهو سبحانه إنما خلق هذه الدنيا مزرعة للآخرة ومعبرا إليها يتزود منها العباد، فلم يكن يقرب منها له إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه جل وعلا، وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه ويمجد. ولهذا خلقها وخلق أهلها كما مر معنا في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي قول الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد سبحانه وتعالى، فهذا هو المطلوب. وما كان طريقا إليه من العلم والتعليم فهو المستثنى من اللعنة الواردة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. واللعنة واقعة على ما في الدنيا وعلى الاستغراق في مسائل الدنيا إلا ما كان من ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فمن كان قد استغرق في هذه الدنيا وتتبع زهرة هذه الحياة فإنه قد تتبع أمراً قد طرده الله سبحانه وتعالى. وإنما الواجب على العبد أن يتتبع
ما هو من محاب الله سبحانه وتعالى. الواجب على العبد أن يتتبع ما هو من مراض الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن كل أمر يسخط الله جل وعلا، أو عن كل أمر يباعد بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله جل وعلا كتابه نوراً، لأنه يهتدى به في الظلمات. قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهدات. قال أهل العلم رحمهم الله: وما دام العلم باقياً في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يومًا رفع العلم فقيل له: كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ فسئل عبادة بن الصامت عن هذا الحديث فقال: لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. قال أهل العلم رحمهم الله: وإنما قال عبادة هذا لأن العلم قسمان: القسم الأول ما كان ثمرته في قلب الإنسان، وهو العلم بالله تعالى، والعلم بأسمائه وصفاته، والعلم بأفعاله المقتضية لخشيته ومهابته وإجلاله والخضوع له ومحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك. فهذا هو العلم النافع، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن رحمه الله: العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. لذلك قال أهل العلم: والقسم الثاني العلم الذي على اللسان، وهو حجة الله، كما جاء في الحديث
القرآن حجةٌ لك أو عليك، فأول ما يُرفع من العلم العلم النافع، وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها، ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه، لا حملته ولا غيرهم. ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته، فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف، وليس ثم من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكامه. ثم يسرى به في آخر الزمان، فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية. وبعد ذلك، بعد أن ترتفع، فلا يبقى في المصاحف شيء. تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. وثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول لا إله إلا الله. معاشر الفضلاء، فالعلم النافع والعمل الصالح جوهرتان ودرتان، وأشرف الجوهرتين وأثمن الدرتين هو العلم النافع. لذلك جاءت النصوص الشرعية من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلم ورفعة مرتبة أهله المنتسبين إليه وعلو منزلة حملته القائمين به. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فخص الله جل وعلا رفعة الأقدار والدرجات في الذين أوتوا العلم والإيمان، وهم الذين استشهد بهم في قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط. وأخبر جل وعلا أنهم هم الذين يرون ما أنزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع الله بها المسلم درجات ومراتب ومنازل. لذلك قال زيد بن أسلم في تفسير قول الله تعالى: نرفع درجات من نشاء، قال: بالعلم. فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب للملك الوهاب بالعلم والإيمان. لذلك نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا على ذلك، من أن رفعة الدرجات وعلو القدر والمراتب على قدر معاملة القلوب لله سبحانه وتعالى، وذلك بالعلم والإيمان. فقال رحمه الله: فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين، وآخر لا ينام الليل، وآخر لا يفطر، وغيرهم من أهل العلم والإيمان أقل عبادة منهم وأرفع قدرا في قلوب الأمة، وإن كلامهم أعظم في القلوب وأحلى عند النفوس، وما ذلك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائها وخلوصها من شهوات النفوس وأكدار البشرية، وطهارتها من القلوب التي تكدر معاملة أولئك. وإنما نال أهل العلم والإيمان
ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال تصديقه في قلوبهم ومحبته، وأن يكون الدين كله لله، فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتهاجها وسرورها، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، وقال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان، من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به، ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه. فإذا استقر في القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه على الدوام، أوجب للعبد الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب. فلا يزال العبد مترقياً في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف. اللهم اجعلنا منهم. معاشر الفضلاء، من أعظم الأسباب المعينة على العصمة من الفتن، من فتن الشبهات والشهوات، الإقبال على العلم النافع والعمل به. قال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: الانقطاع من الشهوات، وذلك بالخروج من الجهل إلى العلم، ومن النسيان إلى الذكر، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الإصرار إلى التوبة. فمن سعى واجتهد في تحصيل هذه الأمور الأربعة مستعيناً بالله جل وعلا، فخرج من الجهل إلى العلم، ومن النسيان إلى الذكر، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الإصرار إلى التوبة، نجا من كثير من الفتن، من فتن الشبهات وفتن الشهوات. وبلا شك وبلا ريب أن أجل هذه الأمور الأربعة العلم النافع، فعلو المراتب والدرجات لأهل العلم والإيمان بتحقيقهم العلم النافع والعمل الصالح الذي هو العمل الصالح من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح. فالعلم النافع يا عباد الله يصحح النية، والنية مصححة للعمل، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله جل وعلا عند شرحه لحديث: إنما الأعمال بالنيات. فإنه قد ذكر عند شرحه لهذا الحديث من أن العلم النافع يصحح النية، والنية تصحح العمل. لذا بوب أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. وسئل سفيان ابن عيينة رحمه الله عن فضل العلم، فقال سفيان: ألم تسمع إلى قوله حين بدأ به؟ فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل، فقال: واستغفر لذنبك. معاشر الفضلاء،
ومن مناقب أهل العلم ومن فضائلهم ما ثبت عند الترمذي في جامعه وبوب عليه رحمه الله بقوله: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. ثم ساق بإسناده ما جاء من حديث قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة، يعني من المدينة النبوية، على أبي الدرداء، وأبو الدرداء بدمشق، فرحل هذا الرجل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمشق لكي يلقى أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ يسأل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الرجل: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: قال الرجل: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. يرحل من مدينة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إلى الشام، وهذه الرحلة ليست لأمر من أمور الدنيا، وليست لأمر من أموره الخاصة، وليست لأمر من أمور التجارة، وإنما رحل هذا الرجل من مدينة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إلى الشام، وذلك ابتغاء لحديث يحدث به أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وفي رواية: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لظل طالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. معاشر الفضلاء، هذا الحديث العظيم يدل دلالة واضحة وصريحة على فضل العلم، وعلى فضل حملة العلم، وعلى فضل أهل العلم. لذا قال عنه أبو العباس القرطبي رحمه الله جل وعلا في كتاب المفهم: وهذا حديث عظيم يدل على أن طلب العلم أفضل الأعمال، وأنه لا يبلغ أحد رتبة العلماء، وأن رتبتهم ثانية عن رتبة الأنبياء. وفي قول قيس بن كثير لما قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا وأخذوا من هذه اللفظة فائدة، قالوا: يدل هذا الحديث وتدل هذه اللفظة على الرحلة والسعي في طلب العلم الشرعي. لذا قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وذلك طاعة لله جل وعلا، وسعياً في طاعة الله جل وعلا، وسعياً في أفضل القربات من نوافل الطاعات الذي هو طلب العلم. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله
ومخرجه مع أهل العلم. فإن رأيت الرجل يماشي أهل العلم، وإن رأيت الرجل يماشي حملة القرآن، وإن رأيت الرجل يماشي حملة الآثار، فاعلم أن هذا الرجل على خير. وهذا من دقة فهمه، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. فإن أهل العلم بلا شك هم أفضل الناس من جهة أنهم من أفضل الناس في الجلوس إليهم والاستفادة منهم والأخذ عنهم، فهم من أفضل أهل الطيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الجلساء، وأن من الجلساء من هو حامل للطيب، وأن من الجلساء من هو نافخ للكير. وبلا شك وبلا ريب أن حملة العلم وأن حملة القرآن وأن حملة الآثار هم من حامل الطيب ومن حامل الخير ومن حامل البر. فمجالسة هؤلاء والاستفادة منهم والأخذ عنهم، فإن ذلك بلا شك من دقة فهم الرجل. أما من يجالس غيرهم من أصحاب المعاصي وأصحاب السيئات وأصحاب الذنوب ويماشي هذا على ذنبه ويماشي ذلك على سيئته ويماشي ذلك على خطيئته، فإنه بلا شك بلا ريب فإنه سيصيبه شيء من هذا الممشى، كما أن ذلك ينتفع علما وينتفع خيرا. الذي يماشي أهل العلم ينتفع علما وينتفع خيرا وينتفع دلالة إلى أبواب الخير ودلالة إلى أبواب الطاعة ودلالة إلى أبواب السنة والقرآن. فكذلك في المقابل من يماشي أرباب المقالات السيئة من مقالات الشبهات أو الشهوات، من مقالات الصوفية أو الروافض أو الأشاعرة أو الماتريدية أو الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج أو الإخوانجية أو التبليغية أو السرورية أو القطبية أو الداعشية أو جبهة النصرة أو فتح الشام أو إلى غير ذلك من أرباب المقالات الفاسدة الكاسدة، فإنه بلا شك وبلا ريب أن ذلك من قلة فهمه وضعف بصيرته. فإن هذا الأمر سيرديه إلى المهالك وسيرديه إلى الردى عياذا بالله. فكما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من فقه الرجل ممشى ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. وفي قوله فقال: ما أقدمك يا أخي، لما قال أبو الدرداء: ما أقدمك يا أخي، فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال له: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال أهل العلم رحمهم الله: وفيه اعتناء المرء بسؤال أهل العلم عما يهمه من أمر دينه، لذلك قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذين يسألون هم أهل الذكر، هم أهل الخشية والإنابة مع العلم الشرعي. لذلك ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله جل وعلا في جامع بيان العلم وفضله من أن هذه الآية قد جمعت أمران ووصفان في من يسأل من أهل العلم،
الوصف الأول أن يكون من أهل الخشية، والوصف الثاني أن يكون من أهل العلم والفهم. ويدل على ذلك ما جاء في قوله فاسألوا أهل الذكر، لم يقل الله جل وعلا فاسألوا أهل العلم، وإنما قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر، لأن الذاكر لله جل وعلا جعل نصب عينيه خشية الله سبحانه وتعالى، وجعل نصب عينيه خوف الله سبحانه وتعالى، وجعل نصب عينيه مراقبة الله سبحانه وتعالى. ذلك قال فاسألوا أهل الذكر. ثم ذكر الشرط الثاني ألا وهو إن كنتم لا تعلمون، أي اسألوا من يعلم. فدلت هذه الآية على الوصفين، على أن العبد يسأل أهل العلم الذين قد اصطحبوا في أنفسهم الخشية من الله جل وعلا. لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما العلم الخشية. وهذا لا ينطبق على علماء السوء وعلى علماء الضلالة، لأنهم وإن كان عندهم علم فإن نقص الخشية عندهم ظاهر، فلو كانوا يخشون الله جل وعلا لاتبعوا كتاب الله واتبعوا سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولو كانت عندهم الخشية لاتبعوا مسالك أهل السنة والجماعة في التلقي، واتبعوا مسالك أهل السنة والجماعة في الاستدلال، واتبعوا مسالك أهل السنة والجماعة في الاستنباط، وإنما ابتعدوا وجانبوا والتحقوا بأرباب المقالات الفاسدة البدعية المحدثة، فهذا جهمي وهذا معتزلي وهذا رافضي وهذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا إخوانجي وهذا صوفي وهذا تبليغي وهذا سروري وهذا قطبي. ابتعدوا وجانبوا الوحي المنزل من عند الله جل وعلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من تقريرات أهل العلم والإيمان ما يتعلق بالدراسة على أهل البدع عند الاضطرار لا الاختيار، عند الاضطرار لا الاختيار، ولهم في ذلك تفاصيل، ولهم في ذلك شروط، ولهم في ذلك قيود، ولهم في ذلك تخصيصات ومخصصات، كل ذلك حماية لهذا الطالب من أن يردى ويتردى ويهلك ويضل وتحصل له الغواية عياذا بالله. كل ذلك حماية من أهل العلم والإيمان، كل ذلك حماية من حملة السنة والقرآن، كل ذلك حماية من علماء أهل السنة السلفيين. لذلك اشترطوا شروطاً عند حمل العلم عن أهل البدع، وذكروا علوماً وفنوناً وقيوداً، فليس الأمر عندهم على العموم أو على الإطلاق، لا، كل ذلك معاشر الفضلاء حماية لعقيدة هذا المتلقي، وحماية لقلبه، وحماية لمنهجه وطريقته، حتى لا يلج البدع والأهواء. وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه غير مقبول عند الله جل وعلا. لأن من شروط العبادة المقبولة
أن تكون أن يكون العبد فيها متابعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من أن الله جل وعلا احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. قال أهل العلم رحمهم الله: وهذا الحجب، وذلك لأن المبتدع كما ذكر ذلك ابن هبيرة رحمه الله، وذلك لأن المبتدع يرى أن ما عليه دين فكيف يتوب من الدين، بخلاف العاصي الذي قد عصى الله جل وعلا في كبيرة من كبائر الذنوب، فإنه يرى الذي هو عليه وفيه من المعاصي والسيئات، فإن توبته قريبة ورجوعه قريب وأوبته قريبة، بخلاف ذلك المبتدع. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا: وأهل المعاصي، قال رحمه الله: وأهل البدع أشر من أصحاب المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. وأهل البدع أشر من أصحاب المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. ثم استدل رحمه الله بما جاء من جهة السنة، بما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في ذمه للخوارج وفي تضليلهم وفي الأمر بقتلهم وقتالهم، في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما ذكر الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. قال شراح هذه الأحاديث كأبي العباس القرطبي والقاضي عياض والنووي وغيرهم، أي أني أستأصلهم استئصالا، كما أن الله جل وعلا في عقوبة قوم عاد وفي عقوبة قوم ثمود استأصلهم استئصالا، لم يبقي الله جل وعلا أحدا منهم ممن استوجب العذاب. لذلك جاء التمثيل في هذه الروايات بقتلي لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، لأن العذاب نزل على هؤلاء ولم يبقى من الذين استوجبوا العقاب والعذاب أحد. كذلك الخوارج، قال النووي رحمه الله: أيستأصلهم استئصالا، وذلك لعظيم خطرهم وكبير شرهم. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هذا في الخوارج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأهل البدع أشر من أصحاب المعاصي الشهوانية. هذا الدليل الأول. أما الدليل الثاني في أصحاب المعاصي الشهوانية، فإن ذلك الرجل الذي كان أكثر ما يؤتى به وهو يشرب الخمر، فكان في إحدى المرات أنه قال بعض الصحابة: لعنه الله. قال أحد الصحابة أو بعض الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يعني يؤتى به كثيرا في شرب الخمر. فرأى بعض الصحابة تنزيل حديث لعن نسلم في الخمر عشرة، فرأى بعض الصحابة تنزيل هذا الحديث على هذا المعين. ماذا قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه؟ لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله. وقال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية: قتل ثمود.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأهل البدع أشر من أصحاب المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. إذا قال سفيان رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله جل وعلا ما يتعلق بخطوات الشيطان وأنها 7 خطوات، أولها الكفر، ثم ذكر بعد ذلك البدعة، ثم بعد ذلك الكبيرة، ثم الصغيرة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله جل وعلا. فهذا من مقررات أهل السنة قديماً وحديثاً في السابق واللاحق فيما مضى وفي زماننا إلى قيام الساعة. وإنما غير هذا المعتقد أهل البدع والأهواء من الجماعات الحزبية كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة السرورية والقطبية، يصاحبون الروافض ويصاحبون المعتزلة ويصاحبون الليبراليين ويصاحبون العلمانيين ويصاحبون الصوفيين و إلى آخره. ثم إذا جاء أحد من أهل السنة ممن هو عنده معصية في نفسه ويطلب من الله التوبة من هذه المعصية، هولوا وعظموا وقد يكون وكفروا هذا العاصي عياذا بالله. فهولوا عند الناس ما يتعلق بالمعاصي حتى أوصلوا هذه المعاصي أن من أصر على المعصية كان مستحلا لها عياذا بالله، كما يقول ذلك جماعات من الحزبيين. ثم لما جاء باب البدعة هونوا منها فأوجبوا الموازنة مع الصوفية وأوجبوا الموازنة مع أعداء السنن من أهل البدع والأهواء. يجب عليك إن ذكرت ممن هو في ظاهره العلم من أهل البدع والأهواء يجب وجوباً، يعني تأثم إذا ما ذكرت حسنة من حسناته، يجب عليك وجوباً أن تذكر حسناته كما تذكر سيئاته. وهذا التأصيل إن بنى عليه تفاصيل قد زاغ بها كثير من الناس. لذلك أهل العلم من علماء السنة والحديث كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وكشيخنا الشيخ محمد أمان الجامي وشيخنا الشيخ ربيع وغيرهم من مشايخ أهل السنة والحديث قد خطأوا هذا القول، بل إن شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله قد رد على صاحب هذا القول، لأن القائل بهذا القول يريد أن يمرر البدع بين الناس. لما تقول فلان عنده بدعة كذا، ولكنه من أصحاب قيام الليل، ولكنه من أصحاب الصف الأول في المساجد، ولكنه من أصحاب الصدقات، ولكنه من أصحاب الحج والعمرة والإكثار، فإن ذلك سيهون في الناس بدعته وسيهون في الناس مصيبته. فأهل السنة والجماعة قد ردوا على هؤلاء الناس وقد ردوا على هؤلاء المتحزبة في نشر هذه التأصيلات الفاسدة. فالشاهد أن بلاء الإخوان المسلمين وبلاء السرورية وبلاء القطبية على الأمة الإسلامية عظيم وعلى الشريعة الإسلامية عظيم، ولكن بحمد الله جل وعلا ورحمته ولطفه بعباده
أن الله قد أظهر عوار هؤلاء وأنهم جرموا في هذه البلاد المباركة وحذر منهم ومن طريقتهم ومن سيرتهم ومن سبيلهم ومنهاجهم، فلا يصحب إخوانيا في مخرجه ومدخله إلا من كان على طريقته، ولا يصحب سروريا في مخرجه ومدخله إلا من كان على طريقته، ولا يصحب قطبيا في مخرجه ومدخله إلا من كان على طريقته، أما من كان سلفيا فإنه يصاحب أهل السنة والجماعة ويصاحب أهل الحديث والأثر، هذا هو الواجب عليه. كما أننا ننكر على الذي يصاحب أصحاب الدعارات وأصحاب المسكرات وأصحاب أرباب بيوت الدعارة، لما ترى إنسان كلما دخل كلما خرج مع مهرم مخدرات، مع مهرم مسكرات، مع بياع حشيش، تقول هذا الإنسان خير أو أنه على طريقة هذا الحشاش وعلى طريقة هذا الخمار وعلى طريقة هذا القواد؟ بلا شك وبلا ريب. فكذلك إذا رأيت أن فلان لا يمشي إلا مع السري الفلاني، إن سافر سافر معه، إن تغدى تغدى معه، إن تعشى تعشى معه، إن جاء جاء معه، إن ذهب ذهب معه، إن صاحب صاحبه، ثم يقول لا أنا سلفي، كذاب، لست بسلفي. لو كنت سلفيا لعرفت طريقة أهل السنة والجماعة من جهة أنك تجانب هذا البدع والأهواء، لأنهم والله وإن سلمت في الظاهر من المسؤولية الدنيوية فإنك لن تسلم من ما يكون في قلبك من محبة أمثال هؤلاء، ثم محبة طريقتهم، ثم محبة منهاجهم، أو التساهل فيما يبثونه من بدع. الأصل في السلفي وهو في المسلم أصالة أن يكون متمسكا بدينه، متمسكا بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، مجانبا لأهل البدع والأهواء، محذرا منهم. وأما مسألة التعايش وما يتعلق بالتعايش مع هؤلاء، ليس بينها وبين مسألة أنك تكون مباعدا لهم تزاحم ولا تعارف، فلا يخلط بعض الناس بين ما يكون من التعايش إذا كان عندك في العمل إخوانيا أو تبليغيا أو أحد من ربيع البدع والأهواء، وبين أنك تكون في الغداء معه وفي العشاء معه وفي السفر معه، وإذا دخلت مطعماً وجدته على طاولة واحدة هو وإياه، ثم يقول لا هذا ليس تعايش، هذا تمازج مع أهل البدع والأهواء. ففرق بينهما. فإن اضطررت للتعايش هذا باب، في عمل، في وظيفة، في سكن، اضطراراً لاختياراً هذا باب، لكن أنك تكون مع أهل البدع والأهواء في مدخلك، في مخرجك، في سفرك، في طلعتك، إلى آخره، ثم تقول أنا سلفي، وقد كان من علم السلف وتقريرات السلف أنهم كانوا يأمرون، وهو أصل من أصول السلف، بهجر أهل البدع ومجانبة أهل البدع والتحذير من أهل البدع والأهواء، هذا أصل يا إخواني. إنما ميع هذا الأصل لما وردت علينا هذه الجماعات الحزبية، فاعتليت هذه الكراسي بالحزبيين، فجاءوا بالتمييعات وبتذويب باب الولاء لأهل السنة والبراء من أهل البدع، ذوبوه. فعند هؤلاء أصول فاسدة تورث هذه الأصول الفاسدة البعد عن العلم النافع. لذلك الذي جرنا لهذا ما جاء في قول الله جل وعلا:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاء في الحديث: من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً. قال ابن الحجر رحمه الله: قوله طريقاً نكرها ونكر علماً ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدنيوية، إلى تحصيل العلوم الدينية، ويندرج فيه القليل والكثير. أي علم ديني فأنت قد سلكت فيه طريقاً إلى الجنة. إنه قال طريقاً نكرها ونكر علماً، فقال بعد ذلك: سهل الله له طريقاً إلى الجنة. وذلك أن من طلب العلم يعرف بطلب العلم طريق إيش؟ الدين. من طلب العلم يعرف بهذا العلم طريق الدين، كما قال ذلك الشيرازي الحنفي في المفاتيح في شرح المصابيح: وطريق الدين هو الطريق الذي يوصل العبد إلى الجنة. فكان من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: سهل الله له طريقا إلى الجنة، لأن بطلب العلم يعرف طريق الدين، وطريق الدين هو الطريق الذي يوصل العبد إلى الجنة، والعلم هو الدليل إلى الجنة. وفي قوله كذلك: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أنه قد يراد بهذه اللفظة أربعة أمور، احفظوها، وكلها أمور نافعة. الأول: قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه. ذهب في علم الفقه، يسهل الله له طريق علم الفقه. ذهب في علم أصول الفقه، يسهل الله له طريق علم أصول الفقه، إلى آخره. الأمر الثاني: قد يراد به أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع بهذا العلم والعمل بمقتضاه. أي أن طلب العلم إن طلبته مبتغياً ما عند الله جل وعلا سهل الله لك العمل بهذا العلم، سهل الله لك العمل بهذا العلم، فيسر الله لك العمل بالعلم. الأمر الثالث: وقد يراد أن الله جل وعلا ييسر لطالب العلم علوماً أخر ينتفع بها وتكون موصلة له إلى الجنة، كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وكما قيل: ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ويدل على ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا إيش؟ هدى. فإنه ييسر له بسلوكه هذا الطريق في العلم علوماً أخرى. الأول في إيش؟ أنه يسهل له هذا الطريق في هذا العلم المعين. الثاني: أنه يسهل له العمل بالعلم. الثالث: أنه يسهل الله له وييسر الله له علوماً أخرى. الأمر الرابع: وقد يدخل، يقول ابن رجب: وقد يدخل في ذلك تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة.
وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال. والله يا إخواني لو واحدة فقط من هذه المرادات كانت شرحاً لهذا الحديث لكانت والله من المحفزات العظيمة لطلب العلم، لو واحدة فقط من هذه المرادات التي قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. فهذه المرادات لو كانت واحدة منها متحصلة لطالب العلم لكانت والله من أعظم المحفزات. فكيف ونرجو من الله جل وعلا وقوع هذه المرادات لطالب العلم بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. وفي قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، كذلك من الفوائد أن الجزاء من جنس العمل أبدا، أن الجزاء من جنس العمل أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الجزاء أبدا من جنس العمل، وتأملوا في قوله أبدا. جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الله، جاء في الحديث كذلك من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عليه، جاء في الحديث الله في عون العبد. الحديث هذا من جهة ماذا؟ من جهة الممدوحات، كذلك من جهة المذمومات. جاء في الحديث من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الجزاء أبداً من جنس العمل. وفي هذا الحديث من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. وفي حديث من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، وقد حسنه الألباني رحمه الله. تجد أن من تكلم في ولاة الأمر وفي انتقاصهم وفي الازدراء بهم وفي استحقارهم وفي الاستهزاء بهم وفي التأليب عليهم أنهم الآن بين طريد وسجين ومخموم الذكر، بعد أن كانت تغريداته ومتابعيه في هذه التغريدات بالملايين ويغرد عن قطار الحج، وأن الحج حتى القطار لم يتركه الحزبيون فألبوا العامة على الدولة، يبحثون إلى عثرات الدولة لكي يؤلبون العامة على هذه العثرات. قطار الدولة اجتهدت وسعت وبذلت وأنفقت في تسهيل الحج لعموم من في البسيطة، ليس أقول لمن في السعودية، لا، لعموم من في البسيطة في هذه الأرض. ويأتي هذا متكئ على أريكته شبعان من رواتب الدولة، لأنه كان مدرساً في جامعات الدولة، متكئ على أريكته، القطار كان في كذا وكذا، الصحة كان فيها كذا وكذا، الحج التفويج كان فيه كذا وكذا. سبحان الله، أموال تنفق وأرواح وأنفس تجتهد، وكبير وصغير يبذل، ويأتي هذا متكئ على أريكته ويطعن في تراتيب الدولة وتنظيمات الدولة ويؤلب العامة على الدولة. ثم إذا جاء إلى مصر وخطب في مسجد عمرو بن العاص، ها؟ عمرو بن العاص هو
ثم بعد ذلك يلتقي بالمذيعين ويسأل عن هذا الأمر الرهيب في اجتماع العلماء في زعمه وهم علماء ضلالة. قال: لما سكت الساسة تحرك العلماء، لما سكت الساسة تحرك، لما سكت ولي أمر السعودية ولي أمر مصر ولي أمر اليمن إلى آخر ولاة الأمور الذين كانوا في ذاك الزمان، تحرك العلماء في زعمه. الآن لو ترى هذا صاحب الملايين دعاية لرز، عشان بس عشان لا أذكر دعاية فيما، لرز كذا وكذا، لأبو كذا، لحليب كذا. ليش؟ لأن نبينا يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. بين طريد وسجين ومخمور في الذكر. فالواجب على المسلم ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد حمل المسؤولية من هو أعظم منك قدرا وأعظم منك منصبا وأعقل منك من جهة الإدراكات، عنده وزراء وعنده مستشارين وإلى آخره، لما أن تنازع الأمر أهله؟ وهذا ما حذر منه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، قال: وألا ننازع الأمر أهله. الآن جائحة كورونا، وما كان من جائحة كورونا بحمد الله ومنته الأمور مشت على هدوء وعلى طمأنينة. لو كان هؤلاء ما زالت لهم منابر وما زالت لهم تغريدات وما زالت لهم مواقع، لا حصل منهم إزعاجنا، لا حصل منهم إزعاجنا في باب الجمعة لما قالت الدولة الجمعة كذا، فقاموا وقعدوا وحرشوا. لما حصل من الدولة وفقها الله لكل خير أن العيد لا يقام في تلك السنة، لو كان أولئك على الوجود لرأيت منهم التثوير والتأليب، التباعد في المساجد، وحدث في كل ترتيبات الدولة. ولكن لأن هذه الألسن قطعت والأفواه كممت، حصلت طمأنينة بين العامة والخاصة، نصلي في بيوتنا ونحن مطمئنون. ليش؟ لأن المرجعية العلمية واحدة، قد أرجع ولي الأمر ذلك إلى هيئة كبار أهل العلم فأفتوا فأصلح الله العباد والبلاد. لكن لو كانت تلك الألسن موجودة لحصل عند الرجل البسيط: أنا أسمع فلان الذي غرد البارحة، أو أسمع علان الذي غرد قبل البارحة، أسمع كلام الدولة الذين قالوا كذا وكذا، وأسمع كلام العلماء الذين قالوا كذا وكذا، أو أسمع كلام فلان وفلان، ده دكتور في جامعة كذا وهذا دكتور في جامعة كذا وهذا دكتور في جامعة كذا، وهذا خطيب وهذا إمام وهذا عنده مرتبة علمية وهذا عنده مرتبة معرفية إلى آخره، فسيكون الناس في اضطراب. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الأمر أهله. قد جعل الله سبحانه وتعالى لأهل الأمور من ولاة الأمور من يقوم بهذه الأمور، هناك من الحكام، من العلماء، من أهل الشورى، من أهل الشأن، من أهل الحل، من أهل العقد. وعلماؤنا من فضل الله ومنتهم علماء أهل السنة، ليس كما يقوله الحزبيون علماء سلاطين أو علماء حكام أو هيئة كبار العملاء، هذا موجود في تغريداتهم.
بل أني اليوم وقفت على تغريدة لرجل يعني استعيذ بالله منها، أن الذين يسكتون عن ما يحصل في الأمة الإسلامية في زعمه ثم بعد ذلك يقول ويغردون بأدعية دخول الخلاء وخروج والخروج من الخلاء، ثم قال كلمة الآن ما أذكرها ولكنها كلمة عظيمة والله عظيمة جدا، وهذا يذكرني بكلمة ليوسف القرضاوي لما قال إن الذين يدرسون كتب العقيدة ومنقل الواسطية وغيرها ويتركون ما يكون في الجهاد في سبيل الله جل وعلا فهذا من التولي يوم الزحف، هذا من التولي يوم الزحف. هذا هم علماء السوء، هذا هم علماء السوء. الشاهد أن العلم الشرعي الذي هو العلم النافع علم الكتاب والسنة يدرس على أهل العلم من أهل السنة، وجرنا الكلام في هذه المسألة إلى قول شيخ الإسلام إن الجزاء أبداً من جنس العمل. وذكر الطيبي رحمه الله في شرح المشكات في قوله ومن سلك طريقاً، قال التنكير فيه للشيوع، التنكير فيه للشيوع أي تسبب بسبب أي تسبب بأي سبب كان من مفارقة الأوطان والظرف في البلدان والإنفاق فيه والتعلم والتعليم والتصنيف والكدح فيه مما لا يحصى كثرة، كل ذلك داخل في من سلك طريقا. وقال ابن رجب وهذا مهم كذلك للذين يستمعون إلى الدروس والمحاضرات عن بعد، فإنهم داخلون في حديث من سلك طريقا يلتمس به فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. قال ابن رجب رحمه الله وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. ومثاله الآن ما يكون من الدراسة على عن بعد، فهي كذلك من سلك طريقا يلتمس فيه علما. ثم قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه إن العلماء ورثة الأنبياء، وذلك لما قد جاء في كتاب الله جل وعلا كما ذكر ذلك ابن الملقن رحمه الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال ابن الحجر وشاهده في القرآن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا والوارث قائم مقام الموروث فله حكمه فيما قام مقامه فيه. فالواجب وقد استمعنا إلى فضل العلم وإلى فضل أهل العلم وإلى مناقب حملة العلم، الواجب على أهل الإسلام من الخاصة والعامة تبجيل وتوقير ورثة الأنبياء من أهل العلم والإيمان. قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا، وفي رواية ولم يعرف لعالمنا حقه. قال أهل العلم فمن آداب الصحبة ومعاشرة الخلق رحمة الصغير وتوقير الكبير ومعرفة حق العالم. ومن الأخلاق الإسلامية والمكارم الشرعية تجاء الإسلام بالحث والحظ عليها ودعا وأكد عليها إجلال كبار السن في العلم أو القدر أو السن ومعرفة قدرهم وحفظ حقهم والتأدب معهم، فكما ثبت ذلك من حديث أبي موسى الأشعري
أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فمن كمال تعظيم الله وتبجيله وإجلاله إكرام كبار السن علما وكبار السن قدرا وكبار السن كذلك سنا، وما يتعلق في من الكبار في السن والقدر والعلم قولا وفعلا، وذلك لحرمتهم عند الله سبحانه وتعالى. ومن صور التوقير والتعظيم حسن الخطاب مع أهل العلم، وحسن الخطاب مع الكبار سواء كانوا كبارا في السن أو القدر أو العلم. ومن صور التعظيم معاملتهم بالحسنى، فإن أهل العلم يقدمون في المجالس، كذلك كبار السن يقدمون في المجالس، كذلك فإن أهل العلم يوسع لهم في المجالس، كذلك إن أهل العلم يرفق بهم ويتلطف معهم. فيجب على الشباب أن يعاملوا أهل العلم وأهل كبار السن أيضا وكبار القدر بما يستحقون من الاحترام والتوقير والتبجيل. ذلك قال طاووس بن قيسان رحمه الله: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. وهذا ما قاله كذلك قبله ابن عباس رضي الله عنهما لزيد بن ثابت لما أخذ بركابه، أخذ بركاب دابته، قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. قال الكرماني رحمه الله في شرح البخاري في بيان فضل العلماء على الناس قال: هم الذين أصلوا وفصلوا ومهدوا وأسسوا وجمعوا وفننوا ووضعوا وأتقنوا وألفوا وصنفوا وصنفوا ورتبوا ودونوا وفرعوا وبوبوا وصححوا ونقحوا. فكيف لا يكون لهؤلاء الفضل بعد كل هذه الأعمال الجليلة؟ بعد كل هذه الأعمال الجليلة جاءنا العلم الشرعي طري، وذلك لأن الثقة ينقل عن الثقة. نحن الآن في القرن كم؟ ها؟ في القرن أو الخامس عشر؟ في القرن الخامس عشر. يعني كم قرن قد مر علينا؟ كم قرن قد مر علينا؟ لا الحمد لله ما كنت في القرن الواحد والعشرين، ولا كان في ولا ولو كان لنا في الكلام كلام، إنما القرن نحن أهل الإسلام. لا 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 لا. في القرن الخامس عشر وجاءنا هذا العلم بنقل الثقة عن الثقة، نقل الثبت عن الثبت، نقل العدل عن العدل، جاءنا العلم طريا، وهذا من فضل الله علينا ولطفه بنا ورحمته. فالواجب علينا يا إخواني أن نكون كما سمع أسلافنا العلم وأسمعون العلم، المنبغي علينا أن نسمع العلم وألا نكون قطاع طرق لهذا العلم. كما أن أسلافنا سمعوا العلم وأسمعوه من بعده، ومن بعدهم أسمعوه من بعدهم إلى آخره إلى أن جاءنا. فكما أنهم سمعوا فاستمعوا وأسمعوا، فإن في العلم فضائل عظيمة، كما قال الكرماني: أصلوا وفصلوا ومهدوا وأسسوا وجمعوا وفننوا ووضعوا وأتقنوا وألفوا وصنفوا ورتبوا ودونوا وفرعوا وبوبوا وصححوا ونقحوا. كيف لا يكون لهؤلاء الفضل؟ وكيف لا يكون منا لهؤلاء معهم الأدب بعد كل هذه الأعمال الجليلة التي قد قاموا بها؟ ومن الحقوق الواجبة على المسلم بعد أن عرفت فضائلهم
ومناقبهم وأعمالهم الكبيرة والخطيرة، أنهم يوقعون عمن؟ عن رب العالمين، فأعمالهم خطيرة، ولكن بفضل الله ومنته ولطفه ورحمته أنه قد نقل هذا العلم لنا نقلا صحيحا من أهل العلم الأثبت. ألا يذكر أهل العلم المعتبرين إلا بالجميل، فلقد قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. طعن في العلماء من الليبرالية، من العلمانية، من أصحاب الأفكار الهدامة، من أصحاب الأفكار الحزبية، فإن هذا لا يجوز، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال أهل العلم في شرح كلام الطحاوي، قال: لأن تعظيم أهل العلم وتوقيرهم من تعظيم دين الإسلام، فمن ذكرهم بسوء فقد عدل عن سبيل الموالاة الشرعية لأصفياء الله وأحبابه الذين هم أهل الحديث والأثر، وذلك من علامات النفاق والخذلان، لذا هو على غير السبيل. الأصل فيك أن يطعن في علماء أهل السنة أنه يبتلى بموت القلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يبتلى بموت القلب. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله، ومنهم ابن القيم رحمه الله، أن من أعظم العقوبات الحجب عن الحق، من أعظم العقوبات الحجب عن الحق، الحق في كتاب الله والحق في سنة رسول صلى الله عليه وسلم، فتحجب عنهما عقوبة من الله سبحانه وتعالى. مسألة خطيرة للغاية وشديدة للغاية. ذلك قال بعض السلف ومنهم الحسن بن ذكوان، قال وقد سمع رجلا يذكر أهل العلم بسوء، قال: مه لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. فمن أعظم العقوبات أن تحجب عن الحق، فما يذكر أحد أهل العلم بسوء إلا كان على غير السبيل. والمقصود بأهل العلم هنا هم أهل العلم المعتبرين السلفيين، أما علماء السوء فإن التحذير من علماء السوء قربة إلى الله جل وعلا. ذلك قال أحمد رحمه الله، قال أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها مات، يعني حتى لا تقرب من مجالس يطعن فيها في أهل العلم رحمه، فضلا عن تكون مشارك بالكلام في هذه المجالس. من شمها مرض ومن أكلها مات. لذلك قال مالك بن دينار: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين، يقع في البخاري، يقع في مسلم، يقع في أبي داود، يقع في أمة الإسلام. وقال أبو سنان الأسدي، وقال أبو سنان الأسدي: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس، متى يفلح؟ متى يفلح؟ ومن حيل الزنادقة قديما وحديثا الطعن في النقلة، وذلك ليبطل الكتاب والسنة، كما الآن نجد ممن هم على هذه على 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 طرائق أهل البدع والأهواء في الطعن في أهل العلم حتى يبطلون النقل للكتاب والسنة. فإذا حصل إسقاط النقل حصل إسقاط الاستدلال بالكتاب والسنة. إذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق،
وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن الكريم حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى. ونقول هذا الكلام كذلك في من يطعن في أئمة الإسلام، في أئمة في الفقهاء وفي الأعلام من أهل العلم الربانيين المعتبرين، نقول بنحو هذا الكلام في الرد على أولئك. وبلا شك أن من يطعن في أهل العلم المعتبرين هو من مراث أهل البدع قاطبة، فإن من طريقة أهل البدع الطعن في أهل العلم، ومن وراث الخوارج والمعتزلة خاصة. إذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فهؤلاء أصل ضلالهم، يعني من؟ الخوارج، اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون. والكلام في هذا الباب يعني كثير، ولكن أختم بمسألة مهمة: لو وقع من بعض أهل العلم خطأ وهو من أهل العلم الربانيين، ما العمل مع هذه الأخطاء؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يؤخذ بخطأ، لا يؤخذ بخطئه وتحفظ كرامته، لا يؤخذ بخطئه وتحفظ كرامته. لذلك قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع. لا تأخذ بزلة العالم، كذلك ماذا؟ لا تطعن في ماذا؟ في العالم، لأن زلة العالم موضوعة على المخالفة للشرع، فكيف تأخذ بما هو فيه مخالفة ليش؟ للشرع. قال الشاطبي رحمه الله: إن زلة العالم، وقد قيل إن زلة العالم زلة العالم، ذلك لما يحصل فيها من إيش؟ من اضطراب عند الناس ومن تشويش ومن إلى آخره. قال الشاطبي رحمه الله: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل له هذه لم يجعل لها يعني زلة هذه المرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، فلا تتبع زلات أهل العلم، ولكن تحفظ ماذا؟ كرامة أهل العلم. بل قال الأوزاعي رحمه الله: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام، من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. والناس في المعاملة مع أهل العلم الربانيين على ثلاث أصناف: الصنف الأول مقلدة، يأخذون كل ما كان من هذا العالم الحق وما كان من نوادره الخاطئة، والمقلد الواجب عليه أن يتبع الكتاب والسنة، وهذا المسلك مسلك غير صحيح أن تكون مقلدا. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والتقليد هو قبول قول الغير من غير حجة. ذل قال أهل العلم رحمهم الله: لا فرق بين مقلد وبهيمة، بل قال بعض أهل العلم: إن البهيمة أعلى مرتبة من المقلد، وذلك أن البهيمة لو أخذتها إلى حتفها لعرفت أن هذا حتفها. الآن الغنم بهاي من العام، إذا قربتها من إيش؟ من سكين الجزار بدت ترتجف وتحاول أن تبتعد، بخلاف المقلد يرى هلكته
ومع ذلك يحجب ويتبع من؟ العالم تقليدا. فقال بعض أهل العلم: من أن البهيمة أرفع من المقلد، لأنها إذا رأت هلكتها حاولت الابتعاد، وأما المقلدة تحاول ما أبدا تجعل ذلك إيش؟ دينا في اتباع زلل من يقلدونهم. لذلك العلم هو معرفة الهدى بدليله. ذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله في أول منهج السالكين لما ذكر في المقدمة قال: أما بعد، فقد جمعت مختصر في الفقه، وقد جمعت فيه بين المسائل والدلائل، ثم قال: وذلك لأن العلم معرفة الحق بدليله. فالمقلد بإجماع أهل العلم ليس بعالم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله، ونقله كذلك جماعات من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله في إعلان الموقعين. فالقسم الأول مسلك التقليد، وقلنا وقد ذكرنا أن هذا المسلك مسلك مذموم. المسلك الثاني مسلك السبابة الشتامة لأهل العلم والفضل، يتتبعون زلات أهل العلم ثم يبنون على هذه الزلات ماذا؟ طعونات على أهل العلم، وطعونات في أهل العلم، وتبديع لأهل العلم، وتجريم لأهل العلم. مقصود بالعلماء، أكرر، مقصود بهم علماء من؟ أهل السنة، ومن ثبتت إمامته في الدين. ليس الكلام في كلام في الكلام في من؟ في المبتدعة من علماء السوء. القسم الثالث هم هدى بين ضلالتين، وحق بين أمرين، ألا وهو مسلك التوسط والاعتدال، لا يؤخذ بزلته وتحفظ كرامته. وعلى هذا كلام أهل العلم قاطبة. أما أن نكون مقلدة كمتعصبة المذاهب، وكما يكون من الصوفية لما قالوا: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله يقلبه كيف يشاء، لا. كذلك لا نكون سبابة شتامة في أهل العلم وأهل الفضل، وإنما التوسط والاعتدال، تحفظ كرامة العالم ولا يؤخذ بقوله الذي قد خالف فيه الأدلة من الكتاب والسنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والإعانة والسداد، وأن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولاة أمرنا إلى كل خير وبر وإحسان وتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم الله أحسن لكم.